وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. أهلا بك في أخبار الإمارات سعادتك. السلام عليكم أخي عبد الله. عليكم السلام. في البداية أطلعنا على أسباب تزايد الطلب الغير المسبوق للتسجيل في المدارس الخاصة مقارنة بالسنوات السابقة، تفضل. أنا أعتقد السبب الرئيسي هو عبارة عن أجندة دبي الاقتصادية اللي هي معروفة بالدي 33، واللي تسعى إلى أن مضاعفة الاقتصاد في إمارة دبي، بالإضافة لأن تكون دبي واحدة من العواصم الاقتصادية الثلاثة على مستوى العالم. فمع وجود الأجندة الاقتصادية الكبيرة لاحظنا في ازدياد في عدد الشركات اللي بدأت تنتقل أو تبتدي في دبي، وبالتالي زيادة عدد العوائل الموجودة أيضا في إمارة دبي. في أيضا نقطة ثانية بالنسبة للتعليم اللي هي المعلمين الدوليين. نعم. في السابق يعني كانت دبي في تنافس، يعني المعلم من أوروبا من أمريكا من دول ثانية يسعى يكون في دبي، في سنغافورة، في هونغ كونغ، في شنغهاي، في تايلاند. لكن لاحظنا في السنتين اللي فاتت كثير منهم حابين دبي، وخاصة بعد جائحة الكوفيد. فاليوم استقطاب المعلمين أو اختيار المعلمين بالذات كدبي والعوائل نفس الوقت يعطينا مثل نقول مزيج بأن النمو المتسارع اللي شفناه خلال هاي السنة. نعم. ملف التعليم في صدارة الملفات التي توليها دبي اهتماما كبيرا، كيف تتم المتابعة لتحقيق جودة التعليم وفق أعلى المعايير الدولية اليوم؟ طبعا نحن مثل ما قلنا اليوم في نمو من ناحية الأرقام والحجم، لكن نحن أيضا مركزين على النمو من ناحية الجودة مثل ما تفضل. فحطينا أمام عيننا ثلاثة أهداف رئيسية في الجودة نقيسها بشكل سنوي. الهدف الأول تكون عندنا أكثر مدارس في تقييمها يكون جيد وأفضل. الحمد لله اليوم عندنا 70% من مدارسنا جيد وأفضل، لكن نسعى على الرقم يكون 80-90% أكثر. النقطة الثانية اللي هي نسبة المواطنين دولة الإمارات اللي يحصلون تعليم جيد وأفضل. اليوم تقريبا عندنا 75%، لكن نسعى أن يكون 80-90%. النقطة الثالثة أيضا هم من أصحاب الهمم، نسعى أن أصحاب الهمم يتلقون تعليم جيد وأحسن. فهاي ثلاثة أهداف أمام عيننا للارتقاء بالجودة وأيضا في منافسة دبي على المدن التعليمية. نعم. أخيرا سعادتك، ما هي خطتكم في التعامل مع الطلب المتزايد على التسجيل في المدارس الخاصة بدبي؟ يعني نسعى على زيادة استقطاب الاستثمار، سواء كان الاستثمار المحلي، استثمار إقليمي، واستثمار دولي. لأن اليوم الناس اللي تبي أيضا تبى نماذج مختلفة، وخاصة بعد جائحة الكوفيد في اليوم طلب كثير على النماذج المبتكرة، مش فقط الأونلاين لكن النماذج المختلفة. فبيكون تركيزنا كبير وكثير على استقطاب الاستثمارات بجميع أنواعها، بحيث نعطي خيارات أكثر وأفضل لأولياء الأمور سواء كانوا المقيمين أو اللي بينضمون لنا في المستقبل القريب بإذن الله. إن شاء الله. سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، شكرا لك.